أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن مناورات هانغ كوانغ العسكرية سنوية ستركز على مكافحة حصار الجزيرة والحفاظ على القدرة القتالية لقواتها مع مراعاة المناورات الحربية الصينية الأخيرة. وقالت وزارة الدفاع أن التدريبات ستنقسم إلى جزئين في الفترة ما بين 15 إلى 19 من مايو وأخرى في يوليو. وتسعى تايوان إلى تعزيز قدرتها الدفاعية من خلال الاستثمار في معدات جديدة مثل الصواريخ بعيدة المدى والطائرات بدون طيار، ومن خلال تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية لمدة عام واحد.